مرحبا متابعينا، اليوم جايب لكم اربع افعال تركيه مركبه على كيفكم. تحفه على قوله حبايبنا المصريين، الف تحيه للشعب المصري الحبيب. افعال اليوم متنوعه وشائعه الاستخدام في الشارع التركي. قبل ما نبدا بافعال اليوم بدنا نوصل هذا الفيديو ل 100 لايك، واذا مو مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا لزر الجرس لتوصلكم الفيديوهات والافعال القادمه. تعالوا نبدأ فيديو اليوم بسرد الأفعال الأربعة ومعانيها. أولا الفعل الأول إشليك إتمك، إشليك إتمك، إشليك إتمك، ويعني المرافقة أو المشاركة أو المصاحبة في فعل شيء ما. الفعل الثاني إفدي كالماك، إفدي كالماك، إفدي كالماك، يعني البقاء في المنزل. الفعل الثالث فارك اتمك، فارك اتمك، فارك اتمك، ويعني الملاحظة، لاحظ، ميز، انتبه إلى أو أدرك شيئا ما. أما الفعل الرابع والأخير في درس اليوم فهو الفعل فرصة كاتشرماك، فرصة كاتشرماك، فرصة كاتشرماك، وتعني تضييع الفرصة أو تفويت الفرصة. يعني إذا بدي أقول لحدا لا تضيع هي الفرصة بحكي له بو فرصة كاتشرما أو كاتشرمين، بو فرصة كاتشرما يا دا كاتشرمين. وإذا بدي أحكي لحدا أنا ما رح أسمح لك تروح هاي الفرصة من إيدك فبحكي له هيك بو فرصة كاتشرمانا إذن ورمى يا جيم، بو فرصة كاتشرمانا إذن ورمى يا جيم. وإذا بدي أحكي لحدا أنا ما بدي روح هاي الفرصة، يعني أنا لا أريد أن أضيع هذه الفرصة، بو فرصة كاتشرماك استمام، بو فرصة كاتشرماك استمام. وإذا بدك تسأل حدا ليش ضيعت هاي الفرصة، ندن بو فرصة كاتشردن، ندن بو فرصة كاتشردن. والآن أعزائي دعونا ننتقل إلى أمثلة الفعل الأول. شو كان؟ إشليك إتمك، شو كان معناه؟ إبت، آفرين سنة، المشاركة أو المرافقة أو المصاحبة. كأن نقول مثلا بإمكانك مرافقتي إن شئت، إستارسن بانا إشليك إدبيلرسن، إستارسن بانا إشليك إدبيلرسن، إستارسن بانا إشليك إدبيلرسن. مثال آخر، bana eşlik edersen memnun olacağım. Bana eşlik edersen memnun olacağım. Yani sa'akunu memnunen leke lev rafaqteni. Yani rah kun memnun elek eza bitkun mi. Misal ahar, size hava alanına kadar eşlik edeceğim. Size hava alanına kadar eşlik edeceğim. Yani ana rah rafıkun حتى توصلوا للمطار، يعني رح كون معكم حتى المطار. سيزي هوا آلانونا كدار حتى المطار إشليك إديجيم. والآن أصدقائي إلى أمثلة الفعل الثاني، شو كان؟ إيفت، إفدي كالماك، إفدي كالماك، شو كان معناه؟ آفرين سنة، أحسنت، البقاء في البيت أو البقاء في المنزل. والآن إلى الأمثلة. المثال الأول، hiçbir yere gidesim yok. Evde kalmak istiyorum. Hiçbir yere gidesim yok. Evde kalmak istiyorum. Hiçbir yere gidesim yok. Evde kalmak istiyorum. Yani لدي رغبة أو ليس لدي رغبة بالذهاب لأي مكان. أريد البقاء في المنزل. مثال آخر. إذا بدي أحكي لحدا ضل بالبيت. أنا بتصل فيك. Evde kal. Ben seni arayacağım. Evde kal. Ben seni arayacağım. Evde kal. Ben seni arayacağım. Misal آخر. Ahmet çok hastaydı. 4 günlük evinde kaldı. Ahmet çok hastaydı. 4 günlük evinde kaldı. Yani Ahmet كثير كان مريض. بقي في بيته لمدة 4 أيام. يعني ضل بالبيت لمدة 4 أيام. Ahmet çok hastaydı. 4 günlük evinde kaldı. Misal آخر. Çocuklar evde kalacaklar. Haydi gidelim. Çocuklar evde kalacaklar. Haydi gidelim. Çocuklar evde kalacaklar.
هذه دليل يعني الأولاد سيظلون في المنزل، هيا لنذهب، يعني خلونا نحن نروح، الأولاد راح يظلوا بالبيت. والآن أصدقائي دعونا ننتقل إلى أمثلة الفعل الثالث. شو كان؟ فاركت ميك. أفرن سيزي. فاركت ميك شو كان معناه؟ أحسنتم، الانتباه إلى أو الإدراك. كان نقول مثلا لا فرق عندي بينيميتشين فاركت ماس، بينيميتشين فاركت ماس، بينيميتشين فاركت ماس، يعني بتفرقش معي يا خيي، على قولة بقعقور تفرقش معي. مثال آخر، أبطال ديلم هر شيء فارك ديورم، أبطال ديلم هر شيء فارك ديورم، أبطال ديلم هر شيء فارك ديورم، يعني لست أحمقا، أنا منتبه ومدرك لكل شيء. مثال آخر، هيچ بير شيء فارك اتمدم، هيچ بير شيء فارك اتمدم، هيچ بير شيء فارك اتمدم، يعني لم أنتبه لأي شيء. مثال أخير، aralarındaki farkı fark ettiniz mi? Aralarındaki farkı fark ettiniz mi? Yani هل لاحظتم الفرق الذي بينهما؟ aralarındaki farkı fark ettiniz mi? وهيك أصدقائي نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، وتعلمنا مع بعض أربع أفعال تركية مركبة وشائعة الاستخدام مع بعض الجمل والأمثلة الشائعة أيضا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى التفاعل بأحببته أو أعجبني وترك تعليق لطيف مثلك. وإلى اللقاء في درس جديد. هوشكا.